يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. هيشرفني وينورني الان بطله من ابطال مصريات كثر عملوا انجازات عظيمه في كل الالعاب. هي المصنفه الاولى عالميا في لعبه الاسكواش، نوران جوهر بطلتنا في الاسكواش ولاعيبه وادي دجله، الفائزه مؤخرا ببطوله امريكا المفتوحه للاسكواش على حساب زميلتها المصريه الاخرى نور الشربيني. حاجه عظمه وحاجه فخر مفيش بعد كده. تعالوا نشوف عبر سكايب نورهان. يلا نوران، مساء الخير، مشرفاني ومنوراني ومليون مبروك الفوز ببطوله امريكا المفتوحه للسكواش. مساء النور، ميرسي ان انت على المقدمه الحلوه دي. اقل من حقك، اقل من حقك بكتير. بص انا هقول لك حاجه في موضوع السكواش ده. انا دايما بشوف ما شاء الله يعني عندنا ابطال طول الوقت. قولي لي ازاي وصلت للمرحله العظيمه دي تحديدا في هذه البطوله اللي انا عارف ان كان فيها ابطال واسماء كبيره جدا ومنافسات صعبه. الناس دايما بتاخد الخبر الاخير انه بطل مصري او بطله مصريه اللي فازوا بالبطوله وينسوا ان كان في مهمه شاقه جدا. لا، هي طبعا الموضوع يعني بعيد بعد كلي عن ان هو يكون سهل، مش بس البطولة دي في العموم. احنا يعني في الاسكواش شوية شبه التنس كده، بيبقى عندنا مثلا من 12 ل 14 بطولة في السنة، فعشان تقدر تحافظ على ترتيبك وكده لازم تأدي كويس طول السنة وتحافظ بدنيا ذهنيا سكواشيا كل ده. فطبعا بيبقى وراك فريق كبير جدا، الناس برضو مش شايفينه، هو بيشوفوا واحد بس هو اللي بيلعب، بس بيبقى فيه مدرب سكواش، مدرب فتنس، منتال نوتريشن، الأهل طبعا بيلعبوا دور رهيب، جوزي، يعني بيبقى فيه حاجات كتير جدا وعوامل كتير جدا بتساعد على اللي انت في الآخر تقدر تحقق حاجة كويسة يعني. طيب نوران، المباراه النهائيه كانت مع نور الشربيني، انت بطله عظيمه وهي بطله عظيمه اخرى، وايه المباراه دي التنافس بينكم كان عامل ازاي؟ ازاي قدرت تفوزي بالمباراه بنتيجه 3-1 في النهايه؟ نور طبعا بطلة كبيرة، واحنا مش أول مرة نلعب مع بعض فاينل، يعني متهيألي كان الستاتستكس قبل ما نلعب ان احنا لعبنا مع بعض 11 نهائي، فده دليل ان احنا نعتبر من احسن اثنين على العالم مؤخرا في الاسكواش. فالموضوع بيبقى صعب جدا، مش عشان هي بس لعيبة جامدة، هي كمان المصرية. ف يعني اما بتلعب حد اجنبي بيبقى شويه انتوا مش عارفين لعب بعض، فبيبقى حتى المنتل مش زي لما بتلعب حد مصري، بيبقى الموضوع اصعب شويه ان احنا عارفين لعب بعض، يعني اصحاب شويه بره الملعب، فالموضوع مش بيبقى اسهل حاجه، بس الواحد لازم يتعلم ان هو يفصل خالص ويعني يحاول في الاول وفي الاخر ده زي شغلنا يعني، فبنحاول نأدي على قد ما نقدر واللعيب الاحسن هو اللي بيكسب في الاخر يعني. بالتأكيد. طيب البطولة الجاية إن شاء الله ليكي في منافسات هتكون إيه بإذن الله بعد أمريكا المفتوحة؟ انا ان شاء الله يعني في دلوقتي في بطوله في سويسرا، بس انا يعني هتمرن، عندي شهر تمرين ومعسكرات وكده، واول بطوله اللي هي هونج كونج، هي برضو من اكبر البطولات اللي بتتلعب، اللي هي بلاتينم ليفل يعني، دي هتكون ان شاء الله يوم 29 نوفمبر لحد 4 ديسمبر، وبعديها ان شاء الله عندنا بطوله عالم في فرق في مصر، فايفنت كبير قوي لينا، وعايزين المصريين كلهم يجوا يشجعونا عشان بجد هيفرق معانا قوي التشجيع، وهي بتوع تعمل فرق، فهتبقى يعني مختلف عن لما بنلعب فردي وكده، وفي مصر يعني، فلازم كل المصريين يجوا يشجعونا، هتبقى حاجة كويسة. عايز اسالك، هنشجعك وهنمشي وراكي وكلنا هنشجع وهنساند وهنفرح وننبسط، واصلا الاسكواش هي بقت لعبه محببه جدا لكل المصريين. هي طبعا هي بقت مشهورة جدا مؤخرا كمان، بس انا متهيألي هي بدأت في وقت احمد برادة، يعني الناس كلها حتى لحد دلوقتي ما بنتكلم على سكواش احمد برازي بيبقوا عارفين احمد برادة وبطولة الاهرام، فهو ساعدنا جامد جدا ان احنا نوصل اللي احنا فيه دلوقتي، ان يبقى فيه ابطال كتير، في وقته هو كانوا واحد او اتنين، ما كانوش كتير، بالذات في السيدات ما كانش فيه حد قوي، بس ناس زي أمنية عبد القوي ورنيم الوليلي هم اللي ساعدوا برضو ان السيدات يبقى عندنا دلوقتي متهيألي 4 أو 5 مصريات في التوب 10، فده ما عمرها ما حصلت يعني، انجاز عمره ما بيحصل، فحاجه حلوه ان هي كبرت شعبيه اللعبه في مصر، وبقوا الاهالي بيبقوا عايزين ولادهم يبقوا ابطال عالم وكده، فبيدخلوا الولاد السكواش، فدي حاجه طبعا انا مبسوطه بيها جدا يعني. طيب عايز اسالك سؤال، فرصه ان انا معايا بطل كبير، بطله كبيره في الاسكواش،
هي ليه الاسكواش مش مدرجه اولمبيا في الالعاب الاولمبيه؟ ليه انا ساعات بيصعب عليا اقول ايه لو عندها الابطال المصريين دول كلهم وبنلعب بيهم في الاولمبياد هنطلع لنا باربع خمس ميداليات واحنا راجعين. هي ممكن تبقى كده، بس هو في بلاد تانية جامدة في السكواش، يعني اللي طبعا كسب مثلا المنافسات بتاعت اليو اس اوبن في الولايات كان واحد من بيرو، فبرضه الناس بتفتكر ان هم المصريين بس بيلعبوا بعض وكده، لا هو الموضوع مش حقيقي خالص، يعني في انجليز جامدين جدا، في رقم يعني الاسبوع اللي فات رقم واحد العالم من نيوزيلندا، انجلترا، يعني الموضوع امريكا دلوقتي عندهم 3 بنات في التوب 10، ف موضوع مش يعني مش متركز في مصر بس، يعني في بلاد تانية بتلعب اللعبة دي. ليه مش في الأولمبيكس؟ أنا ما عنديش الخبرة الكافية اللي أنا أقول، يعني بحس شوية إن قصة الأولمبيكس بتخش في حتة يعني ليهم أبعاد تانية أو يعني تفكير آخر، غير يعني إحنا كرياضيين ممكن ما نبقاش فاهمين قوي البوليتكس أو الفكر ورا الموضوع، بس أنا حاسة إن اللعبة كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله، ويا رب إن شاء الله نسمع أخبار كويسة وتخش الأولمبيكس يا رب ان شاء يعني. الله. انا ما رضيتش اقاطعك بس يعني خلينا نحتكر لعبه وخلينا نبقى احنا الابطال فيها، ما امريكا والصين وفرنسا بيحتكروا العاب، فلما احنا نحتكر الالعاب دي ونلعب بعض فيها يا الف اهلا ويا الف سهلا، عادي يعني مش مشكله. طبعا في منافسه وكبيره وصعبه، بس حلو ان احنا يبقى عندنا لعبه احنا الرواد فيها وان احنا اللي في المركز الاول دائما فيها. طيب سؤالي اللي جاي ليكي انت بقى، واحده بتمارسي هذا النشاط وهذه اللعبه في مصر، رايك ايه في التطور اللي بيحصل في البنيه التحتيه بالنسبه للسكواش بالنسبه للرياضه بشكل عام وملاعب الرياضه في مصر في الفتره الاخيره؟ لا زي ما بقولك الموضوع بجد بقى ملفت بشكل رهيب، يعني انا اعرف ناس عايزين يدخلوا ولادهم يلعبوا سكواش وبيبقوا ويتنج ليست 3 4 شهور عشان الاكاديميات وكده، مفيش خلاص مفيش كاباسيتي يعني اللي هي تاخد ولاد تانية، فدي حاجة حلوة جدا مبينة قد ايه زي ما قلت لك الاهل مهتمين قوي اللي هم يلعبوا ولادهم سكواش، يعني متهيألي في كل نادي بتلاقي اتليست 6 7 ملاعب سكواش، دلوقتي بقى في مراكز شباب برضو بقى فيهم سكواش، وبعدين بقى الموضوع مش بس في مصر في القاهره واسكندريه، بقى في برضو محافظات زي طنطا والمنصوره والحتت دي وبورسعيد بقى فيها ملاعب سكواش وابطال اكشن، يعني من طنطا في كذا كذا حد جامد يعني طالع من هناك، فحاسه ان مش بس الموضوع بقى في القاهره او اسكندريه، لا ده يعني مصر يعني في العموم بقى فيها اماكن كتير جدا فيها ملاعب سكواش، فالموضوع اكسسبل يعني مش اللي هو بس للطبقه الغنيه او كده، لا يعني الناس ممكن اي حد ممكن يلعب سكواش دلوقتي يعني. عظيم جدا وجودك ضمن افضل 30 شخصيه تحت 30 عام في مجله فوربس، ده كان بيمثلك ايه؟ توقعتي هذا الامر؟ اتفاجئتي بيه؟ كان طبيعي؟ شفتي ازاي؟ لا هو يعني كان موضوع مفاجئ بالمرة، أنا أصلا اللي ساعدني اللي أنا أقدم على القصة دي جوزي زياد السيسي، هو اللي يعني قال لي قدمي وكده، فأنا الموضوع ما كانش مخطط خالص يعني، وطبعا إن أنا أبير في فوربس دي حاجة يعني كبيرة جدا، وكنت مبسوطة جدا لما جالي الإيميل يعني اللي أنا يعني من ضمن الأحسن 30 تحت 30 سنة في الشرق الأوسط، يعني بحس إن دي برضو مسؤولية إن أنت لازم برضو يعني الناس بتشوفك بطريقة تانية أو بتحاول إن أنت تبقى زي رول موديل أو كده، بس نفسي أبقى يعني قد المسؤولية دي، وإن أنا فعلا ممكن بس يعني ولو حتى أدي بس شوية inspiration للجنريشنز اللي جاية وكده يعني. عظمة جدا نوران جوهر بطلتنا في الاسكواش المصنفة الأولى عالميا الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. دايما وادي دجلة بصراحة بيطلع أبطال كسر يعني بعيد عن الأندية الكبيرة طبعا الجماهيرية المعروفة زي الأهلي والزمالك وغيره، وادي دجلة كمان الآن يخرج لمصر أبطال كسر في كل الألعاب، فتحية طبعا لنادي وادي دجلة الشيء بالشيء يذكر.